تخضع ميليشيات عدة موارية لإيران في العراق للتدقيق بعد أن تعهدت إيران بالقيام بالانتقام القوي على حد تعبيرها ضد الولايات المتحدة لمقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. فيما يلي بعض الفصائل الأخرى التي تدعمها إيران والتي تعتبرها الولايات المتحدة وحلفاؤها خطراً في العراق. فيلق القدس. تمتد جذور فيلق القدس إلى الحرب الإيرانية العراقية عام 80، وأنشأت إيران المجموعة شبه العسكرية لشن الحرب من خلال استخدام الوكلاء. بصفتها فرع النخبة في فيلق الحرس الثوري، فقد تم ربط فيلق القدس بمخططات وهجمات عنيفة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، ونتيجة لأفعالها تم تصنيف فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني كمنظمات إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. قوات الحشد الشعبي هي مجموعة ميليشيات عراقية تأسست عام 2014 بعدما دعا القادة الشيعة المتطوعين لوقف انتشار داعش في العراق. تتألف هذه المجموعة من عشرات الخلايا المسلحة، وقد تم الاعتراف بها بشكل رسمي من قبل الحكومة العراقية في عام 2016، على الرغم من مخاوف بعض القادة الذين حذروا من أنها تبدو مثل الحرس الثوري الإيراني. تعتبر منظمة بدر أو لواء بدر واحدة من أكبر الميليشيات داخل قوات الحشد الشعبي. تشكلت المنظمة في الأصل من قبل الهاربين الشيعة عام 82 رداً على الحرب العراقية الإيرانية، وأصبح لاحقاً حزباً سياسياً. ادعى رئيس المنظمة هادي العامري عام 2015 أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هو الزعيم ليس فقط للإيرانيين ولكن للأمة الإسلامية. كتائب حزب الله، وهو لواء آخر تابع لقوات الدفاع بدعم من إيران، وتحتضن المنظمة القادة الإيرانيين، وتعهدت بتشكيل حكومة مماثلة لحكومة طهران. صنفت وزارة الخارجية الأمريكية كتائب حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية عام 2009. قتل عملاء كتائب حزب الله 5 جنود أمريكيين خلال هجوم صاروخي في بغداد في عام 2011.